السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم اخواني اخواتي غندير معكم واحد الحلوه ديال العيد، كتجي سهله وكتجي بسيطه ومكوناتها اقتصاديه، وهم حاجه كتجي هشيشه واحد المطاط ديال الكراميل. تبعوا معايا الطريقه وغادي تنجح معكم. وقبل ما ننسى، كل عام وانتم بخير تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. واللي ما شافش قناتي شارك فضلا وليس امرا في يومياتكم حسيب. شكرا لكم، نبداو على بركة الله. عندي هنايا، عندي هنا نص كيلو ديال الطحين، يعني عبرو بكاس العنبة، ربعة الكيسان ديال الطحين، عندي كاس ديال النشا، عندي كاس ديال سكر حبيبات، عندي كاس ديال زيت المائدة، جوج بيضات، خمارة واحدة، وعندي ساشي ديال الكراميل صغيرة، وعندي هنا نكهة الكراميل. نبداو على بركة الله. نبداو بسم الله، نبداو بالبيض هو الاول. نديرو السكر حبيبات، نديرو زيت المائدة، نخدمو مزيان هاد الزيت والبيض. كيفما كتشوفوا هاد الحلوه كتجي اقتصاديه، واهم حاجه كيكون فيها المذاق واحد لوغو زوين ديال الكراميل. كيفما كتشوفوا غادي نزيدو كاس ديال النشا او مايزينا، كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيدو هذيك الساشيه ديال الكراميل. نزيدو حتى النكهه، هنا خديت 3 دراهم ديال النكهه ديال الكراميل. صافي كنخلط العناصر كامله تدخل مع بعضياتها. دابا انا كنخدم واحد الريحه زوينه ديال الكراميل طالعه من الخليط. كيكون هنا عندي هنا ساشيه ديال الخماره ديال الحلوه وحده وزن 8 غرام، هي اللي غادي ندير. كتشوفوا غادي ندير خمارة ديال الحلوة، والطحين غادي نزيدو تدريجيا، أنا كنخدم وكنزيد في الطحين. كنخدم وكنزيد في الطحين حتى كيتجمع ليا الخليط ديال العجينة. كنخدم غير بالأطراف ديال الأصابع. صافي حتى كيتجمع ليا العجين كامل. كما كتشوفوا جمعنا العجين ديالنا، غادي نشكلهم كويرات، كويرات صغار. كما كتشوفوا بحال هكا. صافي غنطلع بنفس الطريقه تنكمل كلشي. من بعد ما شكلت كويرات بحال هكا، كناخذ طابع، اي طابع متوفر عندكم، انا نستعمل الطابع ديال الشيدا، وغادي نضغط بحال هكا غير شويه تخرج بحال هكا، اي طابع متوفر عندكم. كيف ما كتشوفوا
نديرو السكر في الطابق، صافي كنكملو بحال هكا نطاو غاديين بهاد الطريقة هادي، حتى كنكملو اللاطة كاملة ونعاودو نطلعطاو. خليكم معايا. من بعد اخواني اخواتي ما كملنا، خرجنا الحلوة ديالنا من الفران، كتجي بحال هكا دوا زرساي صراحة، ولكن هشيشة وزوينة في المنظر صراحة، والريحة ديال الكراميل واخا طيبتها باطا كتخرج منها. المهم هاد المقادير ساهلين في متناول الجميع. نتمنى هاد الفيديو نال اعجابكم، تحاولوا تبارطاجيوه مع الاهل والاصحاب، تعم الفائدة للجميع، وشكرا لكم. وما تنساونيش لي لايك وتعليق، وكملوا الفيديو للاخير، والى فيديو اخر، وعيد مبارك سعيد.